في اجتماع افتراضي الرئيس السيسي يناقش مع عدد من القادة المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية ويؤكد على موقف مصر الداعي لتغليب لغة الحوار. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ويطلع على تطورات تصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر. بلينكن يحذر من عواقب التوسع في بناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة ويؤكد أن الإخلال بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة يضر بآفاق حل الدولتين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة للتباحث حول المبادرة الإفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية. شهد الاجتماع التباحث حول تفاصيل المبادرة الإفريقية، حيث توافق القادة على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة من خلال بلورة آليات لتشجيع الجانبين على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بمشاركة كل من الرئيس عثمان غزالي رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس زامبي هاكايندي هيتشيليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أصحاب الفخامة، الأشقاء الأعزاء، اسمحوا لي في البداية أن أنا أعبر عن سعادتي بالتواجد معكم اليوم في هذا الاجتماع المهم ولمناقشة وتبادل رؤى حول المبادرة الإفريقية التي طرحها فخامة الرئيس سيريل رامافوزا، اللي بسجل له كل التقدير وكل الاحترام على هذه المبادرة. وقد أعرب السيد الرئيس خلال الاجتماع عن تطلع مصر لأن تسهم المبادرة الأفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني في ضوء ما يربط دول القارة الأفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن القادة الأفارقة تبحثوا خلال الاجتماع حول تفاصيل المبادرة الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدين أن لأفريقيا مصلحة أكيدة في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على الدول الأفريقية وسائر دول العالم في عدد من القطاعات الحيوية مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، فضلاً عن أهمية ذلك في دعم الاستقرار والسلم الدولي. كما أكد السيد الرئيس أن مصر تبنت موقفاً متوازناً منذ اندلاع الأزمة يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتغليب لغة الحوار وحشد الجهود الدولية للتوصل لحل يراعي شواغل جميع الأطراف ضماناً لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركة بفاعلية في أنشطته، وذلك خلال استقباله الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السيد دورين بوغدان مارتن. وفي اجتماع آخر للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة دورين بوغدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
والسيد عادل درويش ممثل الاتحاد ومدير المكتب الإقليمي في الدول العربية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركة بفاعلية في أعماله وأنشطته في ظل دوره الرائد كإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبما يمثله من منصة عالمية للحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال، ومشيرا إلى اهتمام الدولة من خلال استراتيجية مصر الرقمية بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير بنيته التحتية باعتباره بوابة مصر نحو المستقبل، مع الإعراب عن التطلع لتعزيز دعم الاتحاد لجهود مصر في هذا الصدد. من جانبها ثمنت أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات دور مصر ومساهماتها الممتدة في أعمال الاتحاد التي يعد آخرها استضافة النسخة الحالية للمنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات بشرم الشيخ، وهو المحفل الدولي المهم الذي يحظى بمشاركة واسعة للتعاون وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية بهذا المجال على مستوى العالم، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وما يتمتع به من إمكانات وخبرات ومستقبل واعد، مؤكدة اهتمام الاتحاد بتعميق التعاون مع مصر في هذا الصدد بما يسهم في دعم عملية التطور الرقمي بها، لا سيما في ضوء ما لمسته من الاهتمام المكثف للدولة بهذا القطاع. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على الجهود الجارية للتوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية وتدريبهم على المهارات الرقمية بهدف دعم مساراتهم كمهنيين مستقلين يعملون بشكل حر، وكذا الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في توفير خدمات التعهيد. كما اطلع السيد الرئيس على تطورات العمل الجاري للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة، ويعزز من تنافسية الكوادر المصرية على المستوى الدولي على النحو الذي يسهم في زيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية ومواكبة التطور السريع على مستوى العالم في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس التنفيذي لشركة DHL إكسبريس العالمية، وخلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بمسؤولي الشركة في مقر الحكومة الجديد بالعاصمة الإدارية، مشيدا بنشاط وأداء الشركة منذ بدء عملياتها في السوق المصرية، ومعربا عن تطلعه لرؤية المزيد من توسعاتها في مصر خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أشاد رئيس الشركة بالتطور الذي شهدته مصر في الأعوام الأخيرة، مؤكدا أن هدف الزيارة هو بحث زيادة حجم استثمارات الشركة في السوق المصرية والذي يقدر حاليا بأكثر من مليار جنيه، وفي إطار سعي الشركة لتحويل مصر إلى المركز الرئيسي في إفريقيا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بملف صناعة السيارات والعمل على بذل المزيد من الجهود لتنميتها وإتاحة التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وازدهار هذه الصناعة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وعقب الاجتماع شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة والرابطة الإفريقية لمصنع السيارات.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع. جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية بشأن دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. في بيان عاجل ورد قبل قليل، أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إرجاء كل جلسات الحوار المقررة الأسبوع الحالي لتتم خلال الأسبوع القادم بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها. وقال ضياء رشوان إنه تم إبلاغه من الجهات الفنية المسؤولة عن إصلاح الأضرار التي أصابت مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة نتيجة للظروف المناخية خلال الفترة السابقة. أبلغت هذه الجهات بأن الانتهاء الكامل من هذه الإصلاحات وعودة المقر لكفاءته الطبيعية بما في ذلك إمدادات الكهرباء والتكييف بما يسمح بعقد جلسات الحوار لن يتم قبل نهاية الأسبوع الحالي. وأوضح المنسق العام أنه بذلك يكون انعقاد نفس جلسات المحور السياسي يوم الأحد الموافق 11 من يونيو، وكذلك نفس جلسات المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء 13 من يونيو، وجلسات المحور المجتمعي في يوم الخميس الموافق 15 من يونيو. بحث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر مع نظيره التشيكي الذي يزور مصر حاليا سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري المشترك. وأعرب رئيس الأركان عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التنسيق والتعاون على نحو يحقق المصالح المشتركة لكل من البلدين. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق كاريل ريكا رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق العلاقات التاريخية المصرية التشيكية الممتدة عبر عقود، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التنسيق والتعاون على نحو يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين، مشيدا بالمشاركة المتميزة للعناصر التشيكية ضمن القوى متعددة الجنسيات بسيناء. من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية بالجهود المصرية الفاعلة لدعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والوفد المرافق. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وخلال اللقاء تم التشاور بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة العربية. كما تناول اللقاء استعدادات موريتانيا لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. تشرفت منذ دقائق قليلة بلقاء فخامة الرئيس، حيث تناولنا القضايا الإقليمية الهامة وقضايا العمل العربي المشترك والإعداد للقمة التنموية المقبلة في موريتانيا إن شاء الله في شهر نوفمبر المقبل. وتحدثت أيضاً عن أوضاع الجامعة العربية ومسؤوليتها والنظرة إليها في هذا الإقليم. إن الأهداف التي رسمها القادة العرب للجامعة العربية جعلت منها معقد أمل كبير للمواطن العربي، فقد أنيطت بها بحكم المادة الثانية من ميثاقها مهمة توثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، وكذلك مهمة توثيق هذا التعاون مع مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإنني لأنتهز هذه الفرصة
لأشيد بكل ما حققته الجامعة العربية من إنجاز في هذا السياق على مر العقود، وكذلك بالجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها الأمانة العامة للجامعة العربية في سبيل ترقية العمل العربي المشترك وتطوير آلياته. ونسجل هنا ثقتنا في نجاح القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي ستحتضنها الجمهورية الإسلامية الموريتانية هذا العام، في ضوء الحرص الذي يحضر الأشقاء الموريتانيون للارتقاء بالعمل العربي التنموي في تلك المجالات شديدة الحيوية والأهمية، تعزيزاً لحقوق المواطن العربي الاقتصادية والاجتماعية. طلبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. كما دعت جامعة الدول العربية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تتخذ هذه الخطوة بما يعزز من أفق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك بمناسبة الذكرى 56 للعدوان الإسرائيلي باحتلال الأراضي الفلسطينية والعربية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في 5 يونيو من عام 1967. حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من عواقب توسيع سلطات الاحتلال في بناء المستوطنات بالأراضي المحتلة، مشيرا إلى أنها ستكون عقبة أمام تحقيق السلام. كما حذر بلينكين أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك من أن التحركات نحو ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أو الإخلال بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة واستمرار هدم المنازل وإجلاء العائلات يضر بآفاق حل الدولتين. هذا وقد استشهد طفل فلسطيني متأثرا بجروح خطيرة حيث أصيب الخميس الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل قرية النبي صالح شمال الضفة الغربية المحتلة، واقتحم عشرة المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحته. دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى انعقاد جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للبلاد في 14 يونيو الجاري. يأتي ذلك بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر على انعقاد جلسات انتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث كانت آخر الجلسات في 19 يناير الماضي، وتوقف بعدها بري عن الدعوة لجلسات جديدة لحين التوافق على مرشحين جديين للانتخابات. وعقد مجلس النواب اللبناني 11 جلسة سابقة لانتخاب رئيس الجمهورية منذ 29 سبتمبر الماضي، فيما دخل لبنان في فراغ رئاسي منذ 31 شهر أكتوبر. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران ستعيد فتح مقر بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع. وأضافت الخارجية الإيرانية أنه سيتم رسميا فتح سفارة إيران في الرياض وقنصليتها العامة في جدة ومكتبها في منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء والأربعاء. أكدت السيدة انتصار السيسي أن احتفال العالم اليوم بيوم البيئة العالمي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة. وأشارت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إلى أن موارد الطبيعة تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية، وهو ما يحتم على الجميع أن يشعروا بالمسؤولية المشتركة تجاه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها. أكدت جامعة الدول العربية أهمية تضافر الجهود العربية لمعالجة تأثيرات التلوث بالمواد البلاستيكية على البيئة. كما شددت جامعة الدول العربية بمناسبة الذكرى 50 للاحتفال بيوم البيئة العالمي على أهمية دور الفريق العربي المعني بالاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة سعيا للحفاظ على البيئة في المنطقة العربية.
ثمن رئيس البرلمان العربي عادل عسومي الجهود العربية المبذولة في إطار الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية، وأشاد رئيس البرلمان العربي باستضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 واستضافة الإمارات للقمة المقبلة خلال العام الجاري. كما أضاف العسومي أن استضافة دولتين بالمنطقة العربية لهذا الحدث الهام يبرز الجهود العربية الكبيرة على الخريطة العالمية في مكافحة التغيرات المناخية. تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة والذي يتوافق في 5 يونيو من كل عام، حيث يعد هذا اليوم أكبر منصة عالمية للتوعية بالبيئة العامة. وقالت الأمم المتحدة إن اللدائن البلاستيكية هي الملوث الأكبر للبيئة البحرية والأشد ضررا عليها، حيث تصل نسبتها من النفايات البحرية إلى 85%. انطلقت فعاليات الملتقى الصحفي المصري العماني بالقاهرة، وخلال كلمته في افتتاح الملتقى أكد سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السيد عبد الله بن ناصر الرحبي أن إقامة الملتقى في مصر بمكانتها الثقافية الكبيرة في العالم العربي هو خير دليل على التواصل الثقافي والمجتمعي بين الشعبين الشقيقين. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. روسيا تثني على بيان الولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة النووية وتؤكد انفتاحها على الحوار. ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، أكدت أوكرانيا تنفيذ عمليات هجومية في بعض قطاعات الجبهة ضد القوات الروسية. وأعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني تقدما قرب مدينة بخموت شرق أوكرانيا أمام القوات الروسية، مشيرة إلى أن الجيش الروسي في موقع دفاعي. من جانبها أعلنت روسيا أنها صدت هجوما واسع النطاق لقوات كييف شرق أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الجيش الروسي صد هجمات على 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونسك، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو إن بلاده ستطلب توضيحا من أوكرانيا بشأن التقارير التي تفيد بأن القوات الموالية لأوكرانيا استخدمت أسلحة بلجيكية الصنع لمواجهة القوات الروسية. كانت تقارير صحفية ذكرت أن المقاتلين المناهضين للكرملين الذين شنوا هجوما عبر الحدود من أوكرانيا على منطقة بيلغورود الروسية الشهر الماضي قد استخدموا مركبات تكتيكية أعطتها الولايات المتحدة وبولندا لأوكرانيا، كما حملوا بنادق مصنوعة في بلجيكا والتشيك. قالت وزارة الخارجية الروسية إنها لا ترى أفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود والذي من المقرر أن ينتهي في منتصف يوليو المقبل. وأضافت الخارجية الروسية أنها تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق وأن عمليات تفتيش السفن استؤنفت، مشيرة إلى أن هناك جولة جديدة من المحادثات بين روسيا والأمم المتحدة ستجرى في جنيف في 9 يونيو الجاري. В районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن هناك بوادر اعتدال في التضخم الأساسي بمنطقة اليورو. وأضافت كريستين لاغارد أن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن مؤشرات الضغوط التضخمية الأساسية ما زالت مرتفعة، وعلى الرغم من أن البعض يظهر بوادر اعتدال إلا أنه ليس هناك دليل واضح على أن التضخم الأساسي بلغ ذروته بعد. أظهرت بيانات ارتفاع الصادرات الألمانية على غير المتوقع في أبريل مدعومة بعمليات التوريد إلى الصين في أعقاب رفع قيود
مكافحة الجائحة هناك. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الصادرات الألمانية زادت بنسبة 1.2% عن الشهر السابق، وانخفضت الواردات بنسبة 1.7% مقارنة مع مارس. وأظهر ميزان التجارة الخارجي فائضاً قدره 18.4 مليار يورو في أبريل، ارتفاعاً من 14.9 مليار يورو في الشهر السابق. أهلا بكم من جديد، ونستكمل نشرة التاسعة، حيث قال الكريملين إن بيانا صدر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان يدعو فيه إلى عقد محادثات ثنائية للحد من الأسلحة النووية كان إيجابيا. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار، مشيرا إلى أن هذا البيان مهم وإيجابي من جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومضيفا أن روسيا تتوقع أن يكون هذا البيان هو أمر واقع تؤكده خطوات عبر القنوات الدبلوماسية، وعندها يمكن النظر في السبل المقترحة للحوار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الأسطول الروسي في المحيط الهادئ بدأت تدريبات في بحر اليابان وبحر أوكسيت بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية. وذكرت البحرية الروسية أن التدريبات تشمل تنفيذ مجموعات تكتيكية بحرية بمشاركة الطيران البحري على عمليات بحث عن غواصات معادية، وكذلك تنفيذ تدريبات قتالية ضد الأهداف السطحية والجوية، بما في ذلك إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية. ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن نائب وزير الخارجية مات شاو شو سيعقد اجتماعا مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريمبينغ اليوم. من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الخارجية الصينية إن مناورة سفينة حربية صينية في مضيق تايوان خلال مواجهة مع مدمرة أمريكية كانت معقولة تماما وقانونية وآمنة. هذا ونشرت البحرية الأمريكية شريط فيديو لما وصفته بتفاعل غير آمن في مضيق تايوان، حيث عبرت السفينة الحربية الصينية أمام مدمرة أمريكية في مضيق تايوان. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن مقاتلات من طراز F-16 تدخلت لملاحقة طائرة مدنية صغيرة عقب انتهاكها المجال الجوي للعاصمة واشنطن. وأضافت الوزارة أنه سمح للمقاتلات F-16 بالتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت، ما تسبب في سماع دوي انفجار في أرجاء العاصمة وضواحيها خلال مطاردة الطائرة المدنية. استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمقر المجلس عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشو تشينغ تشان والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لمواقف الصين الداعمة لمصر في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمطالبها العادلة في قضية سد النهضة. من جانبه، أعرب تشو تشينغ تشان عن تقديره للموقف المصري الداعم للجانب الصيني في قضايا حقوق الإنسان ووحدة الأراضي الصينية، خاصة فيما يتعلق بقضيتي تايوان وهونغ كونغ، مثمنا دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين مصر والصين وتحقيق مصالح الشعبين. وافق مجلس الشيوخ نهائيا على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023-2024 وما ورد بها من توصيات. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال الجلسة إنه تم إعداد الخطة بشكل مرن، بحيث يمكن تغيير مستهدفاتها لتتماشى مع متغيرات الأزمات العالمية.
جلسة جديدة وصل خلالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024. وخلال الجلسة أكدت الحكومة أن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، ونظراً لاستمرارها تم إعداد الخطة بشكل مرن بحيث يمكن تغيير مستهدفاتها لتتماشى مع متغيرات تلك الأزمات. وعقب يومين من المناقشات وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم نهائياً على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأشيرات والملاحق والجداول. أقترح الآتي: أن تقوم وزارة التخطيط بإنشاء إدارة تسمى إدارة متابعة خطة التنمية الاقتصادية. هذه الإدارة يكون لها يعني هدفين أساسيين. الهدف الأول هو المتابعة الدورية لتنفيذ الوزارات المختلفة لخطة التنمية الاقتصادية وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء. الهدف الثاني هو أن تكون هذه الإدارة تضع حد أدنى ومؤشرات لقبول خطة التنمية الاقتصادية من الوزارات المختلفة. رأيي في مشروع القانون المعروض فأنه يتوافق مع أهداف الخطة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية الدولة 2030 لتحقيق اقتصاد قوي، اقتصاد تنافسي ومتنوع، حيث تعمل الدولة المصرية على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة، كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة ومرونة وتنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، إلى جانب أن الدولة المصرية أيضا تسعى إلى الشمول المالي وإدراك البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أشادت خلال تقريرها بتوفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطي الأزمة، خاصة وأن أداء الاقتصاد المصري خلال هذه الأزمة لا يزال يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذا التحدي بشهادة كل مؤسسات التمويل الدولية. وفي ختام الجلسة قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة مع الدعوة إلى جلسة تالية يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري. هذا وقد أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ضرورة الوفاء بالالتزامات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة، وذلك بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024. استكملنا مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنا تحدثت في الشأن الثقافي. الخطة يعني مفترض أن هي بتطرح فكرة التوسع في المكتبات المتنقلة، ده مجهود جيد وممكن كمان يضاف إليه فكرة المسرح المتنقل، ولكن كنت أحب أن أنا أشوف برضو مجهود كبير أو أرقام بتتكلم عن فكرة رقمنة الخدمات الثقافية والوصول لما يمكن تسميته بأصل الثقافة الإلكتروني. كمان طرحت فكرة أن الخطط لابد أن توضح بشكل صريح مجهودات الدولة بقطاعاتها ومؤسساتها فيما يخص ترسيخ الهوية المصرية ودعم القوى الناعمة المصرية، بما سينعكس إيجابا في النهاية على الصورة القومية للدولة المصرية. مناقشات ساخنة جدا في حضور وزيرة التخطيط لليوم الثاني على التوالي، مجلس الشيوخ بيناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يعني كان لي شرف الحديث اليوم في الجلسة العامة وتحدثت في موضوعين أساسيين. الموضوع الأول مرتبط بقطاع التعليم والصحة باعتبارهم من أهم القطاعات اللي بتشغل بال المواطن المصري، وتحدثت عن ضرورة الوفاء بالالتزامات الدستورية الموجودة في دستور 2014 متمثلة في نسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي. كمان تحدثت بضرورة الربط ما بين سوق العمل واحتياجات سوق العمل والخريجين الجامعات، لأن احنا عندنا أكثر من 46% من المتعطلين من خريج الجامعات المصرية، وده بيشير إلى أنه ما هناك عدم ربط ما بين احتياجات السوق وما بين خريج الجامعات المصرية. كمان طلبت الحكومة بضرورة
استكمال المشروعات التي بدأت وعلى رأسها حياة كريمة، لأنه هذا المشروع هو من أهم المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية خلال تقريبا 100 سنة اللي فاتت. تم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية و16 جامعة أهلية، ومطلوب استكمال هذه الإنشاءات واستكمال البنية المعامل والتجهيزات الخاصة بهذه الجامعات. فأنا طلبت بتفعيل سياسة ملكية الدولة وإشراك القطاع الخاص بشكل جدي وفعال للمشاركة في هذه الجامعات، بالإضافة أن في عندنا معاهد فنية متوسطة منتشرة في جميع ربوع أنحاء الجمهورية. المعاهد الفنية المتوسطة ديت بتضم معامل وأجهزة على مستوى عالي، ولكن أنا بطالب أن هذه المعاهد الفنية المتوسطة تضم إلى الجامعات التكنولوجية. الخطة السنة دي منظمة وواضحة ومعمولة بأسلوب كويس جدا جدا جدا، وإحنا أثنينا على هذا الكلام ده على الحكومة أنها منظمة. لكن إحنا كان لنا بعض الملاحظات البسيطة اللي قلناها لها النهاردة، أن هي في حاجات لم تدرك فيها التكلفة الكاملة بتاعة بنود الخطة في بعض المشروعات الحتمية. الخطة أبرزت ما تم سابقا في السنوات السابقة أكثر ما نتكلم على المستقبل. احنا النهاردة بنناقش 23-24، يعني دي المستقبل. خطوات على أرض الواقع اتخذتها الحكومة بدءاً من البيئة التشريعية التي أقرت القوانين الخاصة بحقوق وامتيازات قادرون باختلاف. كما تم إنشاء الجهة المختصة بهم عبر المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم الذي أنشئ بموجب قرار جمهوري في عام 2019. تأكيداً لإرادة الدولة والتزامها بتوظيف واستغلال جميع إمكانياتها البشرية، يأتي الاهتمام بأبنائنا القادرين باختلاف، فهم عنصر أساسي في نسيج هذا المجتمع وجهوده المبذولة نحو الجمهورية الجديدة. خطوات على أرض الواقع اتخذتها الحكومة بدءاً من البيئة التشريعية التي أقرت القوانين الخاصة بحقوق وامتيازات القادرين باختلاف، إضافة إلى ضمان التمثيل النيابي، كذلك إنشاء الجهة المختصة بهم عبر المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم، والذي أنشئ بموجب قرار جمهوري عام 2019. وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بإنشاء صندوق دعم الأشخاص القادرين باختلاف، الذي يهدف إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية. كما تشمل هذه الجهود تنفيذ مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية للأشخاص القادرين باختلاف بمختلف إعاقاتهم، وذلك بهدف دمجهم بالمجتمع. من بين هذه الخدمات مكاتب التأهيل الاجتماعية الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتستقبل طالب التأهيل من جميع الأعمار ومختلف الفئات. تقوم هذه المراكز بتوفير الأجهزة التعويضية، إضافة إلى تأهيل القادرين باختلاف للقيام ببعض المهن المناسبة لحجم إصابتهم، وخدمات أخرى مثل الحصول على المعاشات الضمانية والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والمنح الدراسية. وقد تم تأسيس صندوق استثماري خيري يحمل اسم صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة برأس مال يصل إلى 1 مليار جنيه. وفي القطاع التعليمي يبلغ عدد مدارس التربية الخاصة في مصر 887 مدرسة تضم 4500 فصل، وتستوعب نحو 37,000 من القادرين باختلاف، ويتم العمل على التدريب المتواصل لمدرسيهم وابتعاث بعضهم إلى الخارج لتقوم هذه الكوادر بتدريب باقي المعلمين. كما تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها. القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً للقادرين باختلاف، سعياً منها لإقامة مجتمع ينعم فيه كل أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.
هذا وقد بذلت الدولة جهودا لدعم قادرون باختلاف، حيث خصصت 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لرعايتهم، وخفضت عدد ساعات العمل لهم يوميا. كما أصدرت الدولة كود الإتاحة لإتاحة التيسيرات المكانية للأشخاص ذوي الهمم عن طريق أجهزة تعويضية متنقلة تساعد في سهولة تنقلهم داخل البيئة المحيطة بهم. والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار المال والأمل مع ميرنا إيهاب، إليك ميرنا. شكرا لكم هبة ومحمد، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في الخفض المتوالي لمعدلات البطالة رغم تعقد المشهد العالمي وتقلباته. ورصد التقرير معدل البطالة في الربع الأول من عام 2004 إلى عام 2023، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري أدنى مستوى خلال تلك الفترة، مسجلاً 7.1% مقابل 13.4% في الربع الأول من عام 2014، والذي يعد أعلى معدلا للبطالة. وأضاف التقرير أن عدد المشتغلين زاد بنسبة تقدر ب 18.8%، حيث بلغ 28.4 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقارنة ب 23.9 مليون فرد في الربع نفسه من عام 2014.
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم قياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية ارتفع بنسبة تقدر ب 7.2% خلال شهر مارس الماضي. وأوضح الجهاز أن الرقم قياسي لصناعة المنتجات الغذائية ارتفع بنسبة تقدر ب 8.9% خلال نفس الشهر، كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة المشروبات بنسبة 26.1% خلال شهر مارس. شهد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لصالح شركة هندية متخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل، وذلك بالمطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية. ويمثل توقيع عقد إنشاء المصنع الانطلاق الثاني للشركات الهندية بالمنطقة الاقتصادية، وذلك بعد الإعلان عن مشروع فليكس الهندي لإنتاج منتجات التغليف والتعبئة في شهر أبريل الماضي داخل المطور الصناعي أوراسكوم، إذ يبلغ إجمالي مساحة المصنع الجديد المسمع إقامته 55,000 متر مربع، ومساحة المرحلة الأولى نحو 20,000 متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون دولار، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة، حيث من المقرر افتتاحه خلال النصف الثاني من العام المقبل 2024. وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة الخدمات التجارية البترولية بترو تريد بروتوكول تعاون لتنظيم التخلص الآمن من المخلفات البترولية والزيوت المعدنية المستعملة بالمناطق الحرة والاستثمارية. وينص البروتوكول على إعداد نظام محكم لتداول وإدارة ومعالجة المواد والمخلفات البترولية ومكافحة كافة صور وأشكال التلوث البيئي والإتجار غير المشروع للمخلفات البترولية الخطرة. وطبقا للبروتوكول ستلزم الهيئة العامة للاستثمار الشركات العاملة داخل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والتي يبلغ عددها حوالي 2400 شركة بتسليم المخلفات البترولية الخطرة لشركة بترو تريد. أعلنت وزارة الزراعة أنه خلال الفترة من 26 من شهر مايو الماضي وحتى الأول من يونيو الجاري تم الإفراج عن 156,000 طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 78 مليون دولار. وأضافت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ 16 من شهر أكتوبر الماضي نحو 5.4 مليون طن، منهم 4 ملايين طن ذرة و 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل بعد أن تعهدت السعودية أكبر مصدر النفط في العالم بخفض إضافي للإنتاج بمقدار 1,000,000 برميل يوميا، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.8 دولار أو 1.4% مسجلة 77.21 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 1.7 دولار أو 1.5% مسجلا 72.81 دولار للبرميل. وصعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.87% لتصل إلى 2.40 دولار للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 4.79% لتسجل 2.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهر مسح اقتصادي شهري تباطؤ النشاط لأعمال غير النفطية في السعودية خلال مايو الماضي، حيث تراجعت وتيرة النمو لكل من الإنتاج والطلبات الجديدة مع ارتفاع التضخم. وانخفض مؤشر مدير مشتريات لبنك الرياض السعودي إلى 58.5 نقطة في مايو من 59.6 نقاط في أبريل، لكنه ظل بقوة فوق المستوى لخمسين نقطة والتي تفصل النمو عن الانكماش. انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة إليكم محمد وهبة. شكرا لك مريم.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستستخدم بطاقة كوفيد الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي كأساس لنظام إصدار شهادة صحية عالمية وفقا لاتفاق شراكة جديد بين المنظمة ومفوضة الصحة الأوروبية. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن جائحة كورونا سلطت الضوء على قيمة الحلول الصحية الرقمية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، كما أوضح أن شهادة كورونا الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ستتحول الآن إلى منفعة عامة عالمية كخطوة أولى لإنشاء شبكة شهادات صحية رقمية. لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وفقد 8 آخرون بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات واسعة النطاق وعدة انهيارات أرضية في أنحاء واسعة من هايتي في نهاية الأسبوع. وأعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي إجلاء نحو 13,400 شخص من منازلهم في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات، كما تسببت الأمطار في أضرار جسيمة بالمحاصيل في منطقة بوسط هايتي في وقت تتفاقم فيه المجاعة. نتحول إلى أخبار الطقس في وقفة ثالثة وأخيرة تستعرضها لنا مرنا. إليك مرنا. شكرا محمد وهبة، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21، الأسكندرية 28-21، مطروح 24-17، بورسعيد 25-20، والإسماعيلية 34-20. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 22، العريش 26-21، طابة 32-22، شرم الشيخ 38-27، والغردقة 37-27. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 27، أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29، الوادي الجديد 44-28، شلاتين 38-27، وحلايب 33 درجة والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. Ebbene sì ragazzi, a spinning per il team Medcat 2,85 m ufficiale. Ragazzi, Guinness World Record. Mai me la sarei aspettata una cattura del genere, in solitaria. Ora rilascio questo bellissimo pesce. Ebbene sì ragazzi, a spinning per il team Medcat 2,85 m ufficiale. Ragazzi, Guinness World Record.